ضربة البداية كما تعودتها دائما هي مع مقالي ومقاله، ومرة أخرى ظهرت خفافيش الظلام يا باشمهندس. هي كانت اختفت؟ ما اختفتش. ما اختفتش. بس بتنشط. لا هي تنشط. أول ما تيجي تلاعب فرقة مهمة، يعني تلعب الترجي، تلعب النجم، تلعب الوداد، كان تلعب حد من الاشقاء العرب، تنشط خفافيش الظلام. في مسلسل زمان واحده محبوسه، أيوة. يعني خايفين عليها مامتها انها تشوف يعني شباب ورجاله، أيوة. فحبسها طول عمرها، فاول مره تشوف راجل بقت تقول ايه، راجل يا ماما، راجل راجل يا ماما. احنا دلوقتي عايشين الاهلي يا اخواننا، الاهلي الاهلي يا اخواننا، الاهلي كل حاجه، كل حاجه، الاهلي اصل الاهلي، اصل الاهلي، اصل الاهلي، احنا والاهلي. يعني انا عايز في اللي فات وفي اللي جاي، يعني لما واحد قاعد بيتكلم على ماتش كره طايره بكره، اما احنا غلبنا يا سيدي كويس، بكره الماتش الفاينل، انت غلبت انا غلبت، بكره في اللي يكسب ياخد المتقدم مباراه، اللي يكسب هيشيل الكاس. بتتكلم ان ما احنا سبق وكسبنا الاهلي في يوم ما. طيب هنا نتكلم مع بعض، نجادل بعض، حتى نقطع هدوم بعض في الإعلام، ماشي، مقبولة، لأن احنا في الآخر جوه مع بعض. لكن لما يتعلق الأمر بعلاقات خارجية وعلاقات خارجية مع أشقاء، الأهلي يروح يلعب في السودان، تطلع خفافيش الظلام بنفس الطريقة وبنفس القسوة وبنفس الغلظة وبنفس عدم المسؤولية، تحاول تبث كل بذور الفتنة بين الأهلي والجماهير السودانية عشان توتر له الجو اللي هناك، وحصل وشفتوا الأحداث عملت إزاي قبل كده. السنة اللي قبل اللي فاتت الأهلي يلعب مع الترجي، يتطوع أحدهم من هنا ويفبرك جواب ساذج وعبيط، جواب عبيط جدا، قال إيه الشركة الراعية بعت للنادي الأهلي تقول له دي فلوس الحكام. اتحاسب لما ثبت التزوير، اتحاسب ولا لما اتقال عليه بالاسم وتسمى هو واللي ما يتسمى، اتحاسبوا اطلاق، ما اتحاسبوش. كانت النتيجة ايه؟ الاهلي يروح يلعب في الترجي في تونس، شفتوا اللي حصل، يتم الاعتداء على البعثة، تحطيم زجاج الاتوبيس، اصابة هشام محمد لو تفتكروا، ويلعب الاهلي في جو غريب جدا عن الرياضة بسبب اللي خرج من هنا، بسبب نشاط خفافيش الظلام. طب ليه ما كررش الامر دلوقتي؟ يجي الاهلي يجي الاهلي هيلعب الترجي فتنشط خفافيش الظلام، انتوا مالكوا؟ الاهلي هيلعب مع الترجي، انتوا مالكوا؟ ازاي هم مالهم ازاي؟ ما يعني توصل لدرجه ان انت تحرض الجانب التونسي يا استاذ ابراهيم. هو عندما يفقد الامل في ملاحقتك يسمم لك البير مع اي حد، هو مش عايش غير عشان يرصدك، ولذلك مفيش كلام غير عليك. ايوه بس خطوره الامر بجد، خطوره الامر ان انت يتعلق بطرف ثاني خارجي. كان يحدث حسابي يا استاذ ابراهيم، لما مجلس الشعب يروح له جواب مزور ويكتشف ان مزوره وما فيش حد يتكلم وقتها، لما الجانب التونسي جواب منسوب للجنه الاولمبيه كلمنا وقال لنا بعتنا لكم صوره الجواب، جواب ويطلع جواب مزور من شركه راعيه محترمه، ويصفر الامر عن يعني اغتيال معنوي للنادي الاهلي في مباراة العودة. مش عايزين نرجع للكلام ده، لأن هو ده وصل العلاقة، كان نتيجة، كان نتيجة العلاقة الطيبة اللي تربطنا بالترجي، قدروا يسمموها. فالنهارده يعني العقلاء بيحاولوا يقولوا له مالكوش دعوة، ده ماتش بينا احنا وبعضينا. لكن هما مش متوقفين، والدليل على كده اللي أنت هتقوله دلوقتي. الحلقة اللي فاتت كان معانا الكابتن سيد عبد الحفيظ على التليفون، فبنسأله ايه اخبار طاقم التحكيم اللي اسند ليه المباراتين الترجي، فيكتور جوميز الجنوب افريقي لمباراه الذهاب، ورضوان جيد المغربي لمباراه العوده. فكابتن سيد قال والله ده كلام انا بسمعه، لكن مفيش حاجه جات لنا رسميه خالص، ده النص اللي قاله كابتن سيد. فيطلع احدهم بقى، احد خفافيش الظلام، الحق ده عدل القيعي خبير ببواطن الامور في الكاف، الحق ده سيد عبد الحفيظ وعدل القيعي عندهم كواليس الكاف يا تونس، الحقوا شوفوا. والكلام كده بهذا الشكل، بهذه الطريقة، وكأنه نحن مجرد ما قرينا خبر يا حضرة اللي احنا قريناه عن فيكتور جوميز ورضوان جيد على الفيسبوك، كان في المواقع التونسية وموجود على الفيسبوك. المواقع التونسية اللي انت بتتكلم عنها هي اللي ناشرة
اجتهادا اسماء اهو بالظبط. موقع كمان المغرب يعني المواقع التونسيه يوم 31 مايو صباح يوم ما احنا كنا يعني احنا كنا الحلقه اللي فاتت بالليل هم بالنهار كانوا كاتبين فيكتور جوميز ورضوان جيد لمباراتي الاهلي والترجي ذهابا وايابا. ادي الصوره لعدل القيعي خبير بكواليس الامور زي ما عايز تلقح، ولا كابتن سيد عبد الحفيظ كمان الراجل عنده صله بالاتحاد الافريقي هو عايز يعرف السر. اقرا الفيسبوك. طب اقرا انت المواقع المواقع التونسيه اللي انت بتبلغها قبل البرنامج كمان، حتى المواقع المغربيه. موقع 360 سبورت المغربي قبلها بيوم بقى يوم 30 مايو رضوان جيد حكما لمباراه العوده. يعني اللي احنا قلناه لا في لا كواليس ولا كوابيس ولا شغل ناس غير مسؤوله بالمره. تلامذة ابليس. صحيح. دي تلامذة ابليس بجد. يعني 30 مايو 31 مايو وانت تطلع بعدها بيومين بالليل الاخبار تقرا الخبر موجود فيتبلغ عنك. الحق دول عاملين كذا. ده كلام. والمساله انا بقول لكم الاهلي والترجي والاهلي والوداد والاهلي وكل الانديه العربيه الشقيقه بينهم وبين بعض كل الاحترام، وبينه وبين الزمالك وكل الانديه المصريه. لكن ليه زرع الفتنه بهذا الشكل؟ ليه زرع الفتنه بهذا الشكل؟ هو مين اللي وقع بينك وبين جماهير؟ طب ليه السكوت على زرع الفتنه بهذا الشكل؟ مين اللي وقع بينك وبين جماهير الانديه الشعبيه عمال على بطال عبر السنين؟ مين اللي وصل الامور ان بقى فيه غل وطار ودم؟ مين؟ اتحسب؟ ما اتحاسبش. وما زال يؤدي بهذه الكفاءه، لانه الحقيقه لبطاله هيروح فين؟ لا يوجد غيرها. بس لامتى السكوت على سلوكيات بالخطوره دي يا جماعه؟ خلاص حد يتصدى بقى للموضوع بجد. يعني لو احنا ادائنا فيه اي شيء يؤدي الى زرع الفتنه ولا اثاره حزبونا. لكن غير معقول بالمره ان احنا نقرا خبر من المواقع المغربيه والتونسيه فيتقال اصل المهندس عدلي خبير بكواليس الكاف وعايزين نتعلم منه. طب اتعلم. ما انا قلت لك اتعلم حاجه واحده، اقرا الفيسبوك قبليه بس. هو الحل كده. مش على فكره معظم المواقع المصريه حتى والتونسيه والمغربيه اتكلمت على هذه الترشيحات، وعلى الكاف النهارده لما طلع الحكام ما اختارش رضوان جيد يا سيدي المغربي. يعني حتى طلع المهندس عدلي مش خبير بباطن الامور قوي يعني فيسبوك بس يعني رضوان جيد تم تغييره. واسندت مباراه العوده للطاقم الكاميروني بقياده اليومنيانت ده الحكم الكاميروني لمباراه العوده في القاهره، ورضوان جيد دخلوه غرفه الفار. اعلن الاتحاد الافريقي انه الذهاب هيقوده باذن الله الحكم الجنوب افريقي فيكتور جوميز، وهيكون الزامبي جاني سيكازوي في غرفه الفار. ده اللي اعلنه الاتحاد الافريقي. ولما ملك وكتابه اعلن ده الاسبوع اللي فات كان نقلا عن مواقع تونسيه شفتوها ومواقع مغربيه سابقه برضه. يوم 30 ويوم 31 مايو. غير معقول الامر بهذا الشكل بجد. هو في مصريين دلوقتي في الاتحاد الافريقي بخلاف هاني وليد؟ خلاف المهندس هاني مش في الكاف حتى، ده في اللجنه التنفيذيه للفيفا. هو بيحضر اجتماعات الكاف بصفته الدوليه. بالصفه دي؟ يعني يا دوب اللي في الفيفا اللي في الكاف دلوقتي من مصر الراجل البسيط هتلاقيه عامل البوفيه. رست على عامل البوفيه. لا اكثر ولا اقل. ده مصدر ويمكن سواق ولا حد. بص يا استاذ ابراهيم. كل لجان الكاف والكل اشتكى. محدش هيغلب لما يتلكك لانه مش قادر يتحمل الحقيقه. الحقيقه صعبه عليه. نتمنى بس ان الناس تاخد بالها شويه وتعي مسؤولياتها.